طقس العرب في الأردن، أسعد الله مساءكم بكل خير. يسوء الطقس صافي هذه الليلة في العاصمة عمان مع 19 درجة مئوية، الملموسة 18 والرطوبة 56%، أما الرياح تكون غربية خفيفة السرعة. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة، نبدأها شمالا، أن ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة الشمالية، إربد طقس صافي 30 إلى 18، المفرق 33 إلى 20، جرش 32 إلى 18، وعجلون 29 إلى 17. المنطقة الوسطى البلقاء 32 إلى 21، مأدبة 32 إلى 18، الزرقاء 34 إلى 21، وعمان 31 إلى 20، وأما البحر الميت طقس حار 38 إلى 24. المنطقة الجنوبية الكرك 29 إلى 17، الطفيلة 29 إلى 18، الشوبك 28 إلى 18، معان طقس صافي 35 إلى 21، أما العقبة 39 إلى 26. المنطقة الشرقية طقس حار في الأزرق 38 إلى 21، الصفاوي 39 إلى 18، أما رويشة 38 إلى 21. إلى اللقاء.